مستر فايلر مبهور بإيريك تراوري وقايل ان هو هيساعده جدا 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 في شكله الخططي، وقال انه ما عندوش مانع ان يبقى في مبادله بينه وبين جيرالدو. احنا قلنا الاهلي له مقعدين بس ما لم يتم اللعب في اللوائح. الحاجه الثانيه ان نجح كابتن سيد عبد الحفيظ في التوصل الى رقم يجدد من خلاله كابتن احمد فتحي عقده مع النادي الاهلي لمده موسم. يعني هو عنده الموسم ده والموسم النادي الموسم ده يبقى حر، ممكن يعمل له كمان سنتين. سليمان كوليبالي لاعب النجم الساحلي لن يواجه النادي الاهلي يوم 29 نوفمبر في استاد رادس لانه غير مقيد افريقيا، وقلت لكم انه تم التوصل لحلول وتقسيط الفلوس. المفاجأة الجميلة اللي أسعدتني هي نجاح مستر خالد مرتجي وزير خارجية كرة القدم للنادي الأهلي، هو وإدارة النادي العميد محمد مرجان والمستشار القانوني محمد بيه عثمان في استرداد 125 ألف دولار من نادي النجم الساحلي اللي من نادي الصفاقسي السوري الخاصة بباقي صفقة تحوله غلط في صفقة جونيور أجاي. دي معظم اخبارنا، وعندي خبر ما تسألوش مني هقوله، وهذا الشخص احبه واحترمه واقدره. علمت من مسؤولين في اعلام المصريين انه تم استبعاد الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف من فريق العمل اللي موجود في قناه نادي الزمالك القادم. حزنت جدا. وليد صلاح عبد اللطيف من الشخصيات التي احبها واقدرها، وعرفت ان إدارة نادي الزمالك لم تتمسك بوليد صلاح عبد اللطيف مثلما تم التمسك بعدد من النقاد الرياضيين. السبب ان وليد صلاح عبد اللطيف في مجموعة اكبر منه سنا بتزن على رئيس نادي الزمالك عشان تبقى في مناصبه الكروية في نادي الزمالك اللي هو رئيس قطاع الكرة، وان طارق يحيى يقترب من هذا المنصب ومعه سامي الشيشين. وليد مش من الناس بتاعت الكلام ولا الرغي ولا المحلسة ولا بوس الكتاف ولا الكلام الحلو. فوليد تم استبعاده. أتمنى من التحليل، لأن بقى يبقى في استوديو تحليل ومباريات بتتاخد بعد الكذا بساعة، إعلام المصريين بقى حاجة عالمية. وفي نفس الوقت وليد أنا ما زعلتش منه، أنا زعلت عليه لما قال إن الكابتن الخطيب قيمة فنية ثم تراجع عن كلامه. عاوز أقول إن الثبات على المبدأ في الدنيا أهم شيء تكسبه. أهم شيء تكسبه. لحظة بس. لازم أرد على دكتور محمد فاروق برجاش، بيقول المفروض تعتزل لهاني زادة بعد المرات اللي قلت اسمه بالباطل عندك، لكن لن تفعل. هقول لك يا أستاذي دكتور محمد فاروق برجاش. انا لا اعتذر للهاني زادة ولا لمجلسه، وبتفتح دمي لانت خلي بالك. اول السادات تم قبل سنة، فلماذا هرب؟ السادات تم قبل سنة، انا اللي بقول لك وقلتها على الهوى، وكانت معايا زميلة من اظن مش فاكر اسمها امنية ايه من اليوم السابع. والسادات تم قبل سنة وهرب بعدها، والتهم لم تكن فقط تهمة الاختلاس، الاتجار في العملة، الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام. القضية تم حفظها من معالي النائب العام، له كل الاحترام وكل التقدير، لكن التهم ثابتة والدفع لا يلغي الجريمة، اسمه تصالح. فالجريمة وقعت، لكن أنا احتراما لقضاء مصر ولنيابة مصر ما اتكلمش غير في القرار. يعني ايه ما اتكلمش غير في القرار؟ يعني لما معالي النائب العام يقول ان في تهم كذا اتكلم، معالي النائب العام يحفظ القضيه، ولو ليا انا ملاحظاتي حتى او ناس قانونيين لهم ملاحظاتهم ما اتكلمش. ما ينفعش اتكلم. ليه؟ احتراما للقضاء ولرجال النيابه العامه. فما تقوليش اعتذر لهاني زاد. الله يكرمك اسكت يعني. استر تستر. فده كان وجهة نظري في وليد عبد اللطيف، ربنا يحفظه ويبارك له،
وانا اللي انا عاوز اقوله ان الاصرار على المبدا اهم شيء في الدين. ما يبقى عندك مبدا وعندك قرار وقول يعني محدش يختلف، الخطيب بشر يصيب ويخطئ، لكنه كلاعب هو الاعظم في تاريخ الكره المصريه بمهاراته وامكانياته وقدراته واخلاقياته. عمله الاداري عادي، هيعمل الصح ويعمل الغلط، هيجيب المدرب الكويس ويجيب اللاعب الوحش ويجيب المدرب الغير موفق، عادي الدنيا ماشيه. لكن ما تجيش تنسفه اخلاقيا، ما تجيش تعيب فيه اخلاقيا، ما تجيش تلغي ان هو كان واحد اعظم لعيب جه في تاريخ مصر على مستوى المهاره والموهبه وانتزاع الاهات. وانتزاع الاهات تاني واحد بعديه كان الكلام على كابتن طاهر ابو زيد، فاروق جعفر، حسن شحات، الاسامي بتتقال كده، على ابو جريش، مسعد نور، شحت الاسكندراني. تيجي بقى الاجيال تانية بقى، حازم امام وابو تريكه ومتعب وبركات وعبد الحليم علي وحسام حسن وابراهيم حسن وعظمتهم والحضري وشوبير، يعني خلاص بقى بتتكلم على ناس كده. وجمال عبد الحميد قال لا، ودكتور علي شحاته واحمد رمزي وهاني رمزي، بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ فما نتكلمش في كده. فوليد صلاح عبد اللطيف اخطا في حق نفسه ونال جزاء سيمينار. دمتم في امان الله، سلام عليكم.